نيجي بقى للحلقة الثالثة من تآكل مكانة مصر بسبب الجعر، اللي بيفتح الباب لرعاة الإبل يتحكموا في دولة كبيرة زي مصر. وياريت ياريت جاب خيارهم يتحكموا فينا، لا ده جاب الصيع عندهم. يعني أكيد الجزيرة العربية فيها خيار الناس، لكن للأسف السيسي انتقى شرار الجزيرة العربية عشان يتحكموا فينا. خلينا نمسك لك القصة من أولها. في تقرير من شهور نشره موقع اسمه ذا كريدل تقريبا، موقع أجنبي، كريدل. الموقع ده كان بيوصف التحركات الإماراتية في اليمن بأنه حالة من الاستبداد اللي بتمارسه بدعم إسرائيلي في جزيرة سقطرة. الخبر هو الاستبداد على المياه، احتلال الإمارات وإسرائيل لجزيرة سقطرة اليمنية. أدي اللي كتب كريم شامي وأدي الموقع. وفي تقرير من أيام بسيطة قالت إن القناة الإماراتية أو في الإمارات يعني أو متمسكين في الإمارات أو إسرائيل بترشح الإمارات تمسك محور فيلادلفيا في حال انسحاب إسرائيل. إيه دخل الإمارات؟ القناة 14 العبرية بتقول نتنياهو يدرس تسليم محور فيلادلفيا للإمارات بدلا من الجيش المصري بعد انتهاء الحرب. أنا عايز أقول لك على حاجة ببساطة شديدة جدا. إسرائيل شغالة بطريقة الوقاية خير من العلاج، وإسرائيل لن تثق مهما حصل في الجيش المصري. أنا حسيب منع الكلام اللي أنا أقولك دلوقتي وحكمني عليه بعد 20-30 سنة، أنت حر. أنا بقولها لك ببساطة، إسرائيل لن تثق في الجيش المصري قسما بالله. لو كل الجيش المصري اتطوع في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل لن تثق في الجيش المصري. إسرائيل لا تثق بفترة ولا تستسلم عند فترة. يعني دلوقتي شرطي إسرائيلي يحكم مصر اسمه السيسي، هي لا تضمن أنه بعد شوية يجي واحد تاني وطني أكتر محترم أكتر، هو السيسي مش محترم خالص، محترم وطني يمسك الجيش ده. إسرائيل تعلم أنه من اتفاقية كامب ديفيد لحد النهاردة المصريين ما بيحبوش إسرائيل، وأن الاتفاقية دي فقط للنظام الحاكم في مصر ولبعض المستفيدين من رجال الأعمال فقط، لكن لا شعبية لإسرائيل عند المواطن المصري. والدليل انزل الشارع المصري. الاتفاقية دي استفاد منها السادات، استفاد منها مبارك، النظام استفاد منها، رجال الأعمال في الاتفاقات التجارية زي حسين سالم في الغاز، زي الجماعة بتوع الزراير والكلف، مش عارف اسمها اتفاقية ايه، نسيت اسمها دلوقتي، الكوميسا تقريبا، ما عرفش اسمها ايه. انما الاتفاقية او التطبيع المصري الاسرائيلي لم ينجح حتى الان في ان مصر الشعب يقبل اسرائيل. حتى الان العسكري المصري اللي اتولد اول امبارح بيكره اسرائيل. حتى الآن، لدرجة أن أغنية بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل أحدثت دوي هائل كأنه أم كلثوم في الأطلال. فإسرائيل لا تضمن، عشان كده إسرائيل ما بتبصش تحت رجليها، هي لا تثق في الجيش المصري، عشان كده يمكن عايزة تسلم الإمارات لمحور فيلادلفيا للإمارات. وفي ظل تنامي الغول الإماراتي بدعم إسرائيلي في المنطقة لازم تقلق قوي،
لازم تقلق من تحركات الإماراتيين في سيناء بمساعدة العرجاني. تخيل؟ العرجاني. العرجاني اللي صعد وكان منبوذ، ثم فجأة وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من إبراهيم العرجاني. تخيل؟ إبراهيم العرجاني بقى بيدعو الإمارات. تخيل؟ أنت متخيل؟ تفقد وفد من شركة مصر الإماراتية عدة مواقع في مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء بهدف إنشاء محطة لتوليد الكهرباء لدعم شبكة الكهرباء القومية في مصر. حسبما قال لمدى مصر عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء فايز أبو حرب، زيارة وفد الشركة المملوك معظمها لصندوق الاستثمار الحكومي الإماراتي تمت بدعوة من إبراهيم العرجاني وليس من جهة حكومية مصرية بحسب تأكيد أبو حرب. تخيل؟ فين محافظ شمال سيناء؟ مش موجود. طب فين وزير الصناعة؟ مش موجود. طب فين وزير التجارة؟ مش موجود. طب فين وزير الكهرباء؟ مش موجود. لا، المحافظ موجود، بيقول المحافظ كان موجود، معرفش المحافظ اسمه ما جاش في الخبر بتاع مدى مصر. ادي بوست اهو، هات البوست، معلش هات البوست. شرفت اليوم بمرافقة الوفد الإماراتي برئاسة الشيخ علي الشمري والكابتن عصام العرجاني، بقى كابتن دلوقتي، نائب رئيس المجموعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق. كان معهم خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء عصام سعدون نائب المحافظ، والمشايخ والعواقل. وتمت زيارة التجمعات البدوية بقرية شبانة بمركز رفح ومحطة الكهرباء بمركز الشلاء. تخيل إبراهيم العرجاني بيدعو ناس من الإمارات، شركة هو بيدعوها. اتفضل، ادي الصورة، ادي الصورة، طيارة اهي تحيا مصر، وادي الصور اهي. اتفضل اهي إبراهيم العرجاني بقى. لا، وايه اللي موجود؟ مين؟ الشيخ عصام العرجاني. لا سوري، الكابتن عصام العرجاني. خلينا نشوف الفيديو كده. احنا وعواقلنا بنرحب في الشيخ طبعا علي الشمري من دولة الامارات الشقيقة. طبعا ده مش غريب على احفاد الشيخ زايد بن سلطان اللي بنعشقه، كل الشعب المصري العظيم بيعشق هذه الشخصية اللي كان دائما وابدا داعم للشعب المصري وللدولة المصرية. وسار على دربه الشيخ محمد بن زايد اللي دائما وابدا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الاتجاهات سواء داخليا او خارجيا. وهذه العلاقة المتينة بنفتخر بها كشعب مصري وكأبناء كل القبائل والعلاقة. طبعا بنرحب في الوزير عاصم الجزار على أرض محافظة شمال سيناء، وهي كل بقعة في شمال سيناء كلية خضراء في هذه المنطقة، وخطط مع القيادة السياسية ومع فخامة الرئيس ومعالي دولة رئيس الوزراء في التنمية اللي بتتم على أرض سيناء. الإمارات بتتمدد بشكل خطير وحقها، وفي كل مكان بيكون ليهم حضور ووراهم الإسرائيليين. لكن إحنا لما تتبعنا الحضور الإماراتي في المنطقة لقيناه خطير جدا، وفي أماكن مهمة قاتلة بالنسبة لمصر، حصار. خلينا نشوف كده خريطة كده للتواجد الإماراتي في المنطقة. العب أهو. بص يا سيدي، خريطة التحركات الإماراتية في المنطقة. التوغل اقتصاديا على مشاريع وتحركات بسيناء بمساعدة العرجاني، الاستحواذ على مشاريع البحر المتوسط بمساعدة طلعت مصطفى، اللي بعده دعم مالي وبالسلاح لميليشيات الدعم السريع في صراعها مع الجيش،
الجيش السوداني. اللي بعده دعم مالي وسياسي لنشاط أديس أبابا في إفريقيا، وعملوا اتفاق دفاع مشترك مع الجيش الأثيوبي. اللي بعده دعم ميليشيات حفتر في الصراع العسكري في طرابلس، وإبراهيم العرجاني له علاقات مع حفتر. دعم الحركات الانفصالية هناك والتحركات الأثيوبية في ميناء بربرة في الصومال. السيطرة على جزيرة سقطرة اليمنية في البحر الأحمر ومزيد من النفوذ على البحر. يعني كده لو رجعت من أول الخرائط تاني، معلش يا ميزو معلش ارجع، توغل اقتصادي عسكري داخل مصر في سيناء، وطبعا في الساحل الشمالي بمساعدة طلعت مصطفى وإبراهيم العرجاني، ده جوه مصر. ده غير بقى قطاع الأدوية والقصة دي والمعامل الطبية. نروح بقى نكمل، اطلع بقى كمل اللي بعده. اللي بعده السودان تحت في الجنوب تدعم قوات اسمه ايه ده، ميليشيات الدعم السريع، الامارات ضد الجيش السوداني اللي مصر مع الجيش السوداني، ده في الجنوب. نروح بقى اللي بعد كده، نروح على اثيوبيا النيل بقى، دعم مالي واتفاقيه دفاع مشترك مع اثيوبيا النيل بقى والجو بتاع النيل. كمل بقى، نكمل في ليبيا على حدودك الغربيه الامارات بتدعم خليفه حفتر. نروح للصومال بتدعم الحركات الانفصاليه في الصومال. يعني الامارات محاصره مصر في كل شيء، في ليبيا مع خليفه حفتر، تحت قوات الدعم السريع في السودان، تحت مع اثيوبيا اتفاقيه دفاع مشترك، تحت مع الصومال بتدعم حركات انفصال. شرق في سيناء قصة مع إبراهيم العرجاني. جوه مصر التمدد الإماراتي له أزرع، حميدتي في السودان، حفتر في ليبيا، أبي أحمد في القرن الإفريقي. أما الزراعة المسلحة اللي بتنفذ أجندة الإمارات والصهاينة في سيناء فإبراهيم العرجاني اللي عنده قوة، عنده جيش دلوقتي. وده عشان بس إيه نبقى متفقين مع بعض، أول وبقولها للمرة التانية عشان نقطع لسان أي حد، أول شخص، أول برنامج حذر من إبراهيم العرجاني كنا احنا هنا في 25 ديسمبر، حذرنا من العرجاني هو حميدتي مصر. وأفكركم بالجزء، هل إبراهيم العرجاني أو النخنوخ أو هشام طلعت مصطفى ممكن ما يجيش عليهم يوم ويطمعوا في حكم مصر؟ أنا سامعك، أنت بتقولي أنت مجنون، مصر بلد كبيرة وتاريخ، معقولة اللي بتقوله ده؟ أنا هقول لك ببساطة شديدة جدا، خد عندك واحد زي إبراهيم العرجاني كان كل أمله وطموحه إنه يقابل أي ضابط رتبة كبيرة في سيناء. وصل بيه الأمر إلى إنه بيقابل قائد الجيش تاني. لا مش بس كده، ده اتطور الأمر إلى إنه بقى بيقابل وزير الدفاع. لا مش بس كده، ده وصل بيه الأمر إلى إنه بقى بيقابل رئيس الدولة نفسه. اوعى تشك لحظة إن بسنة التدافع هناك دول أخرى هتقعد مع العرجاني، والدول دي تعمل مع العرجاني أجندة، ويبقى العرجاني دولة داخل دولة. سمعتك برضو، هتقول أنت مجنون، هقولك بص على اللي جنبك، بص على التخت اللي جنبك، بص على حميدتي في السودان اللي كان مجرد راعي إبل بلطجي حافي عاري، واللي أنشأه وأسسه عمر البشير رئيس دولة السودان، وهوب ادوله سلاح، وهوب ادوله منصب، وهوب ادوله ترتيبات وميزانية، وهوب تحول مع غرور القوة وضعف الدولة إلى منافس على حكم السودان والجيش نفسه. تخيل أصبح جيش موازي، أصبح بيضغط على البرهان عشان البرهان يقبل بالسلام معاه. تقريبا سنة، 25 ديسمبر 23، احنا في سبتمبر صح؟ سنة إلا حذرتكم العرجاني، وقلنا العرجاني بيتمدد وهو زراع زي نفس طريقة نشأة
حميدتي في السودان. العرجاني ببساطة بيتحول ببساطة لشخصية أكبر من مجلس الوزراء، بيدعو وفود اقتصادية وبيتعامل معاها. ده بيجي مع تنامي نفوذ اتحاد القبائل اللي هو أصلاً القبائل العربية في مصر رفضاه. أصلاً القبائل العربية في مصر رفض التشكيل ده أصلاً. أنا بتكلم على القبائل الحقيقية مش العرجاني. ما هو القبائل العربية دي في قبائل يعني في قبائل عظيمة وفيها هفأ. وقروا تاريخ القبائل العربية في مصر، والكتب كتيرة، المراجع كتيرة جدا في تاريخ القبائل العربية في مصر. إنما القبائل دي رافضة العرجاني. عشان كده حتى ما خدش لحد وقت قريب ما خدش تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي. بس فجأة اتعمل له مقر جديد في القاهرة الجديدة. اهو اتحاد القبائل في التجمع الخامس تقريبا. افتتح اتحاد القبائل رئيس المعارضة مقر بالتجمع الخامس، اتفرج يعني. اتفرج يا سيدي. طب السؤال بقى، هل عودة الاتحاد الراجعة بتاعته طبيعية؟ لا. طلعت هوجة اسمها هوجة اتحاد القبائل العربية. وفجأة خفتت لما القبائل العربية في مصر اعترضت. وفجأة راحت طالعة تاني. اهو قبائل صعيد وغرب مصر تقول ان العرجاني لا يمثل القبائل العربية وانه اتحاد وهمي. هوب بعد ما القبائل العربية في مصر اعترضت اتخافى سيرة الاتحاد ده. النهاردة طلع تاني بقى. هل العودة دي طبيعية؟ لا. الاتحاد ده جاي عشان يكمل مشروعه. وده اللي رصدناه لك في الجراف ده عشان ايه نخلص. جذور الفكرة. بدأت المسيرة بتأسيس ائتلاف شباب القبائل في سيناء في أواخر 2011. في عام 13 تأسس اتحاد القبائل سيناء، سيناء بس، برئاسة إبراهيم العرجاني لمساعدة الجيش المصري في الحرب على الإرهاب. أخفق الاتحاد القبلي في إنجاز أي مهمة بما في ذلك ترشيح عنان في 2014. في 2014 تم رفض تأسيس حزب مصر العروبة التابع للفريق سامي عنان باعتباره بوابة القبائل للسياسة. في سنة 16 تأسس المجلس المصري للقبائل العربية المكون من عدة قبائل برئاسة موسى مصطفى موسى، فاكرينه طبعا كلنا. في مايو 2024 تم الإعلان عن تأسيس اتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني قبل أن تتردد أنباء عن تجميده. في أغسطس 24 تم إقالة المتحدث باسم اتحاد القبائل مصطفى بكري وتعيين يوسف الحسيني. بتاع الدولار مش هيوصل 24. وفي نفس الشهر افتتح إبراهيم العرجاني مقر الاتحاد في القاهرة بالتجمع الخامس. سيناريوهات الصدام. ظهور الاتحاد تجسيد لطموح العديد من القبائل أو الوجهاء في بعض القبائل. علاقة الدولة بالقبائل كانت متوترة طوال الوقت صعودا وهبوطا بسبب وضع المنطقة. مخاوف من وجود اتحاد القبائل باعتباره شرخا في جدار الوطنية. الاتحاد يتوسع خارج سيناء للبحث عن حاجة، يعني في ظل عدم الحاجة للتمدد. احتمال وقوع صدام بين القبائل وبين الدولة في ظل تصاعد النظام أو النفوذ الاقتصادي لرئيس الاتحاد. السؤال بقى، أنا حذرت هنا، معلش صغر شوية كده، صغر دي شوية. الاتحاد ده تكون في مايو 24، أعلن عنه في مايو 24. أنا في ديسمبر 23 حذرت من إبراهيم العرجاني وقلت إن ده نفس نموذج حميدتي في السودان، وخرجت القبائل العربية تعترض على القصة دي وانتهى سيرة اتحاد القبائل. السؤال بقى، إيه اللي رجعه تاني؟ هل الإمارات ضغطت؟ لا. ورجعوه إيه؟ بيستقبل وفد رجال أعمال إماراتيين. هل الإمارات هي اللي رجعته؟ الأيام هتكشف.